عيادتها موجودة في أحد القرى اللي احنا بنقدم خدمات صحية فيها. المؤسسة على مدى عمرها قدرت تقدم أكتر من 120 مليون خدمة على الأرض، نصيب قطاع الصحة منها 13 مليون خدمة صحية قدمناها. احنا موجودين من حلايب وشلاتين لحد مطروح، موجودين في خدمة المستحقين. النهاردة احنا في كفر العلو، وأحد الأنشطة الرئيسية اللي بيقدمها قطاع الصحة أنشطة القوافل الطبية اللي بتجوب مصر كلها، واللي أكثر ما بيميزها بالاتفاق مع شركائنا. طبعا احنا النهاردة بنتشرف بوجود القافلة الطبية، مستمرة معنا لغاية بكرة إن شاء الله يوم الجمعة. القافلة بتخدم ذوي الهمم، طبعا بنقدم جميع الكشوفات، كل العيادات شغالة معانا من بطنة وأطفال ومخ وأعصاب وعظام، وبيتم طبعا صرف العلاج للحالات بالمجان. احنا بنتارجت النهارده وبكره نفحص اكتر من 500 مستحق من ذوي الاحتياجات الخاصه. عندنا النهارده 10 تخصصات طبيه معانا معمل بيطلع نتائج فوريه، بحيث انه المريض يدخل للدكتور وهو متشخص، فبالتالي يبقى سهل على الدكتور يعرف العلاج بتاعه بعد ما يفحصه. طبعا احنا ما بنقفلش التعاون ابدا، احنا دايما متاحين من خلال برامجنا الثانيه على مستوى المؤسسه لخدمه المستحقين. وطبعا شرفنا النهارده بالزياره محافظ القاهره.